اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده عندنا بيضه كبيره تحفه. البيضه دي بقى هنفتحها ونشوف فيها ايه. مفاجاه جديده من ديزني. معانا طياره بتطير وفيها لعب كتير قوي كمان جوه. واو بصوا شكلها حلو ازاي. وانا عارفه برضو ان في بيضه للبنات فيها باربي وكده. وفي العاب كتير قوي مفاجات من البيت بتاع اللي هو المفاجات بتاع ديزني. والنهارده هفتحها يا صحابي مع بعض وهوري لكم هي عباره عن ايه من جوه ونلعب بيها ونشوف كل حاجه من جوه عامله ازاي. انا فاكره تقريبا اللعبه دي كانت من فيلم كرتون بتاع ديزني برضو. يا رب تكونوا شفتوه وبتحبوه. وتعالوا بقى نفتح البيضه الكبيره قوي دي ونشوف فيها ايه من جوه. اللعبه دي كمان يا اصحابي لما نلفها هنشوف بقى فيها اجزاء تانية. ودي صالحة للأطفال فوق 3 سنين. بصوا بقى الحتة دي فيها هنا الطيارة اللي بتطير. واو بصوا شكلها حلو ازاي. وبعد كده عندي هنا بقى من قدام فيها برضو اللعب اللي جوه. لما نفتحها نشوفها مع بعض ونتفرج عليها اكتر وهشرح لكم بقى بالتفصيل فيها ايه من جوه لما نفتحها مع بعض احسن يا اصحابي. بس هي شكلها ممتع جدا ومشوقه قوي. انا متحمسه قوي ان افتح البيضه الكبيره قوي دي واعرف فيها ايه من جوه. يلا نفتحها مع بعض يا اصحابي. بصوا اول حاجه طلعتها اللي هي الطياره من ماركه فيشر زي ما انتم شايفين. وصالحه للاطفال من سن 3 ل7 سنين. وبصوا لونها برتقاني لما بس بنشيكت كده بنهزها بتعمل اغاني بقى صوت ان هي فعلا بتطير وبتطير لمدة 6 متر. بس شكلها حلو قوي شقيه جدا الطيارة دي. وبعدين ممكن برضو احنا نركبها بطاريات يعني ونطيرها بقى مع بعض. ونقرأ هنا الكلام اللي مكتوب عليها من هنا. مكتوب ان هي بتطير 6 متر. وهنا بقى مكتوب برضو لما نجيبها نحطها بقى وهتجري 6 متر. يعني بصوا على العجل بتاعها ده شكلها فعلا حلو جدا. ومعها بقى الاجزاء بتاعتها اللي جوه وكده. لما نجيب اللعبة نقرأ الحاجات المكتوبة ورا يا اصحابي. بعدين هنا نفتح بقى البيضة الكبيرة بقى. واو بصوا نفتح البيضة. نفتحها بالراحة عادي سهلة جدا ان انا افتحها يعني. واو بصوا فيها ايه بقى يا اصحابي. اول حاجه هطلعها هنا ده اللي هو المانيول اللي فيه الحاجات اللي هو زي الكتالوج اللي فيه اللعب عباره عن ايه جوه ونركبها ازاي وكده ونقصها ونلزقها. ممكن لما نجيبه نبقى نقراه. وهنا بقى ايه ده ايه الكيس الصغير ده. تعالوا كده نفتحه ونشوف فيه ايه جوه. يا ترى يا ترى فيه ايه جوه. يا ترى يا ترى فيه ايه جوه. افتحه اهو. ايه ده واو ده عليه شكل الطيارة. والمادة بتاعته حلوة جدا. اعتقد ده لما اجي الفه ان ده عارفين ده ايه يا صحابي. ده فريزبي يعني تقف قدام صاحبك وترمهوله ورق وهيطير وهيرجع لك تاني. اللعبة دي مشوقة جدا ممكن نلعبها مع صحابنا وهينبسطوا جدا. فريزبي اللي ممكن نلعب بيها على البحر على البسين في اي حتة في البيت حتى مع صحابي. ارميها وهترجع لي تاني. هنطبقها تاني بقى وندخلها جوه كيس. وفي بقى لعب تاني كتير يا اصحابي. بصوا دي نفتحها برضو ونشوف دي عبارة عن ايه من جوه. من حاجة قطن تقريبا. وهنا برضو في ده تقريبا زي كروت. برضو نفتحها ونشوف لما نجيبها يا اصحابي. شكلها حلو جدا. انا مبسوطة جدا لما فتحت اللعبة دي. وهنا دي تقريبا ريحة للعربية. تقريبا هتعمل ريحة حلوة في العربية. برضو نفتحها ونشوف. انا كده خلصت كل اللعب اللي جوه وانبسطت قوي معاكم يا اصحابي. كانت فعلا مفاجأة تحفة. وريتكم كل الاجزاء اللي موجودة. وبرضو بص لما بتيجي تهز الطيارة كده بتغني وبتعمل صوت جميل قوي ان هي كأنها بتطير يعني بالظبط. وكل يعني كل واحد بقى من صحابي يجي يفتح لعبه من اللعب دي. ما تنسوش يا اصحابي تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكوا كل جديد من فيديوهات الاطفال. وهتوحشوني قوي يا اصحابي. واكتبوا لي في الكومنتات بقى عملتوا ايه وانبسطتوا ازاي في اللعبه. بس هي فعلا كانت لعبه مشوقه جدا وممتعه قوي.
وهنجيب لكم كمان فيديوهات كتير للبيت الكبير قوي ده اللي فيه مفاجآت ولعب حلوة جدا من ديزني. باي باي.